بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه، قسما بالله العظيم انا راجل اهلاوي، بس قسما بالله العظيم تاني انا بحب اتفرج على كره قدم. انا ما باجيش اطبل واقول لك الاهلي عمل والاهلي سوى والاهلي واحنا كبارك يا افريقيا واحنا كبارك يا دوري مصري واحنا واحنا واحنا، وانا نفسي بعد سنتين ثلاثه وربنا ادانا عمره وحد سالنا على موسيماني هقول احنا كنا بنكسب، وقسما بالله ما كنت عارف كنا بنكسب ازاي. ده الكلام اللي انا هقوله على موسيماني، لان انا بشوف مع موسيماني ان الفرقه بسم الله ما شاء الله، ربنا عطينا شويه ستر وربنا عطينا شويه حظ بيجوا لما بنتزنق. يعني بسم الله ما شاء الله ايهاب جلال النهارده عمل جيم تكتيكي عظيم جدا الشوط الاول. الفكره كلها انك تقفل على علي معلول وتقفل ناحيه احمد عبد القادر بانك تحط رمضان صبحي هاف يمين. رمضان مش بيجيد فيها، بس طول ما علي معلول واحمد عبد القادر هيطلعوا هيشوفوا قدامهم رمضان صبحي بيرجع يعمل واجبات دفاعيه مع نبيل عماد دونجا ومع عمر جابر 4-2-3-1، والاهلي برضو 4-2-3-1، علشان نخلي قفشه مكان جوه الملعب. قفشه برضو ابننا القضيه ممكن، وابننا اللي عمل تاريخ البيتسو، فلازم قفشه يكون موجود جوه الملعب. ريحنا عمرو السوليه، وبصراحه الشهاده لله فكره ان عمرو السوليه رايح النهارده دي ما كانتش فكره فاشله، بالعكس تماما دي كانت فكره ناجحه جدا، لانك لو اتفرجت على مباراه الاهلي الاخيره قدام المريخ السوداني، فعمرو السوليه وصل لمرحله من الاجهاد البدني، الموضوع بالنسبه له بقى صعب انك تحط عمرو السوليه في الماتشات الكبيره، والضغط العالي اللي كان عامله ايهاب جلال الشوط الاول على اليو ديانج وعلى حمدي فتحي كان ممكن يغلط عمرو السوليه في كور كتير. ففكره عمرو السوليه هي فكره ناجحه جدا بالنسبه لموسيماني، دي حاجه لازم نتفق او نختلف عليها، فدي حاجه رايحه لموسيماني كويسه جدا انك قريت الماتش صح، وانك قريت الماتش صح وحطيت السوليه وقررت انك تبني كل شغلك على حمدي فتحي وعلى اليو ديانج، فدي حاجه تحترم. قفش الشوط الاول كان تايه، بيرسي تاو الشوط الاول كان تايه، محمد شريف الشوط الاول كان تايه، الاهلي هجوميا كان تايه، مفيش غير الكروس اللي اتلعب وقفشه شاطها طلعت بره. انما الناحيه الثانيه ابراهيم عادل بالضغط العالي اللي كان بيعمله السيد ايهاب جلال على خط الدفاع وخط نص الاهلي قدر يغلط الاهلي، وابراهيم عادل كان ممكن يسجل الشوط الاول. الشوط الثاني من ضغط عالي من حمدي فتحي قدر يغلط عبد الله السعيد، الكوره جت لقفشه الاهلي سجل الهدف الاول. خلاص بقى يا معلم، اللي انا كنت عايزه حصل، انا هرجع ادافع بالفرقه، دافع بالفرقه، ده احنا لسه في الدقيقه 50، انا هرجع ادافع بالفرقه. مترجم على كده موسيماني ماتشات كبيره جاي يدافع، الماتشات اللي بتسيب لي موسيماني الكوره فيها الموضوع بيبقى صعب. وإيهاب جلال ساب له كوره اول ربع ساعه الاهلي كان مفرفر، اللي هو عمال يلعب كور عاليه في اتنين اطوال موجودين في خط دفاع بيراميدز، في احمد سامي وفي موجود جنبه لعيب زي علي جبر قاطعين ميه ونور على محمد شريف في الكره العاليه. فالاهلي بسم الله ما شاء الله يعني اتنفس كده بعد ما سجل الهدف الاول، وبيراميدز الناحيه الثانيه انتهى بعد ما سجل في الاهلي الهدف الاول. هتقول لي بيراميدز كان خطير وفي كره عبد الله سعيد كان ممكن بيراميدز يتعادل، هقول لك بيراميدز طول ما شريف اكرامي في الملعب مفيش خير، الفرقه دي مش هتشوف خير، لان الفرقه دي فكرة انك بتلعب بشريف اكرامي بمستواه الحالي على مهدي سليمان او على اي حارس في بيراميدز هي فكرة بالنسبة لي فاشلة، وانا الكلام ده بقوله من سنة ونص على بيراميدز. طول ما في محاباة لشريف اكرامي بيراميدز عمرها ما هتقدم كرة كويسة ولا هتقدم نتائج كويسة، لان في ظلم كتير بيحصل في بيراميدز. وطبعا موسيماني اول ما اشوف ان احنا سجلنا هدف لقينا احمد عبد القادر تعالى، موسيماني ده لسه الدقيقة 60، تعالى انا كده هغيرك، فتعالى اساسا، وراح مغير احمد عبد القادر. احمد عبد القادر كان اول تغييره نزل عمرو السوليه علشان خاطر يلعب بثلاثه في نص الملعب، وبعد كده حسين الشحات نزل مكان بيرسي تاو، وكريم فؤاد نزل مكان محمد هاني للاصابه، وايمن اشرف نزل مكان حمدي فتحي. بس عجبتني حته ايمن اشرف ان هو قرر يدافع بيه قدام لعيب زي ابراهيم عادل، بصراحه عجبتني جدا الفكره دي، وعجبتني فكره ان ايمن اشرف نزل من تحت ثلاثه، خلاص عرفنا ان موسيماني هيلعب خمسه تحت، خلاص يا ايمن، خلاص عرفنا ان موسيماني من بعد ما سجلنا الهدف الاول واحنا بنلعب على المرتدات، وطالما بنلعب على المرتدات بقى وكسبانين يبقى دي ليلتنا، احنا ما بنحبش الهدف الاول بس، لا طالما بنلعب على المرتدات والخصم قدامي فاتح خطوطه انا هحط عليك وهور عليك مرتدات كتيره وخطيره كمان. الاهلي كان ليه فرص للتسجيل كتير بعد الهدف الاول، لان الاهلي جه في الوضعيه اللي هو بيحبها مع موسيماني، وضعيه ان احنا بنحب نستقبل لعب لا مؤاخذه واحنا كسبانين، عندنا سرعات ممكن تخلص الماتش، حتى ميكيسوني لما نزل عمل تصويبه جميله جدا، عندنا فرديات تعرف تخلص الماتشات في الوضع ده، وفي الوضع ده برضه شوت اوت لموسيماني، لان موسيماني الفرقه بتعرف تدافع، مع موسيماني الفرقه بتعرف تدافع، هي الفرقه مشكلتها الوحيده لما بتديها الكوره بتلاقي ان غلوبه خالص مش عارفين اي حلول خالص.
حسين الشحات ضيع كرة في الستة ياردة او تصدى ليها شريف اكرامي قبل ما الاهلي ما يسجل هدف التاني لعمرو السوليه، تصويبه جميله جدا 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 لعمرو السوليه، بس التصويبه دي برضو بتشاط على شريف اكرامي من 7 سنين وما بيصدهاش، فهي تصويبه جميله لعمرو السوليه، وحتى كمان لو ما كانتش جميله كان تم تسجيلها. فبعطي الشوت اوت لعمرو السوليه على التصويبه الجميله جدا دي، وطبعا هدى لشريف اكرامي الشوت اوت برضو على ان هو بسم الله ما شاء الله هيفضل خرم، هيعيش ويموت خرم. الهدف الثالث طبعا شريف اكرامي خرمها خالص، ومحمد شريف سجل الهدف الثالث. الاهلي ما لعبش كوره اه، بس طلع كسبان 3-0، واهم حاجه بالنسبه لنا ايه؟ المكسب. احنا ايام كبار كنا بنلعب كوره، ما كناش بنلعب كوره، كنا بنكسب. ايام موسيماني انا كاهلاوي متقبل فكره ان موسيماني مش بيلعب كوره، موسيماني مدير فني مش بيلعب كوره، مش من مدرسه الكوره الجميله، مش من مدرسه الاداء التكتيكي العالي ولا الافكار التكتيكيه العظيمه ولا التغييرات الجهبذيه العالميه، هو الراجل بيعرف يدافع في الوقت اللي مطلوب منه ان هو يدافع، انما الماتشات اللي بيكون مطالب منها ان هو ينزل يهاجم موسيماني غلوبه خالص، ما بيقدرش ان هو يعمل اي حاجه لان هو مش مشغل الفرقه على ب 2 جنيه شغل تكتيكي، ولا مشغل الفرقه ب 2 جنيه اختراقات ولا اي حاجه، هي كلها ماشيه فرديات وهتفضل ماشيه فرديات لحد موسيماني ما يمشي. عجبك الكلام تقبل، ما عجبكش الكلام انا مش جاي هنا اطبل لك امسك الطبله وموسيماني وعاد. في ناس كتير تمسكها خيري، فروح للناس دي قبل ما تضيع وقتك معايا وتقعد نشتم في بعض، انا مش هنوصل لاي حاجه في الاخر.